بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حاليا نحن في زيارة لمركز تحفيظ القرآن الكريم والسنة النووية في برشاشية في قلب مدينة القديمة في سراييفو. المبنى تقريبا شبه يعني جزء متكامل منه بحاجة إلى استكمال بناء بتكلفة 480 ألف درهم. والمركز عبارة عن 6 فصول دراسية للإناث والذكور، وكذلك غرف للنوم للطلاب الدارسين في هذا المركز. لا نأمل من أهل الخير والجود والإحسان دعم هذا المشروع المبارك في هذا المنطقة الحيوية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.